دعا سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية إلى تفعيل دور الإعلام العربي المرئي والمسموع في صون الهوية الثقافية والحضارية ومنظومة القيم والأخلاق في مواجهة الغزو الفكري وإصلاح المحتوى الإعلامي وزيادة فعاليته في توعية الشباب وتحصينهم من مخاطر الأفكار المتطرفة وتمكينهم وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية الشاملة. جاء ذلك في كلمة لسعادة الوزير أمام ندوة متطلبات الفرص الوظيفية ومستقبل الشباب في الإعلام ضمن فعاليات الملتقى الإعلامي العربي السابع للشباب التي تنظمها هيئة الملتقى الإعلامي العربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم بمشاركة عدد من وزراء الإعلام وكبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين المختصين في الشأن الإعلامي بالدول العربية. تفاصيل أكثر حول هذا الملتقى في التقرير التالي. شارك سعادة وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي في الملتقى الإعلامي العربي السابع للشباب في مقر جامعة الدول العربية، وتقدم بورقة عمل بمثابة خارطة طريق للشباب العربي ومستقبلهم في مسيرة الإعلام العربي. وناقش سعادة وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي مع الشباب الوضع الإعلامي الراهن، وطالبهم بالتسلح بمزيد من الثقة والمعرفة والعلم من أجل مستقبل أفضل لهم وللإعلام العربي. اللقاء كان جدا لقاء صريح ومباشر مع الشباب، تكلمنا فيه في أمور كثيرة، كان الهدف منها أن احنا نصل بمجموعة من الرسائل ونستمع إلى الشباب وما يريده الشباب من الإعلام وما نريده نحن كمسؤولين عن هذا القطاع من الشباب. فأهم ما طرح في هذا الملتقى هو أن هناك من يعتقد بأن بعض المؤسسات الحكومية أو بعض القوانين تهدف إلى تقييد حريات التعبير، وهذا الأمر غير صحيح. نحن كمسؤولين نحافظ على مجتمعاتنا، نحافظ على وحدتنا الوطنية، نحافظ على دولنا ممرت فيه المنطقة من تحديات كبيرة ما شفناه من دمار شامل لبعض الدول المحيطة فينا، يحتم علينا نحن كمسؤولين أن نحافظ على هذا القطاع الإعلامي، ندعم الشباب وفي نفس الوقت نكون حريصين كل الحرص على أن حرية التعبير لا يساء فهمها. فحرية التعبير لا تعني التطاول، لا تعني التشهير، لا تعني الإساءة للآخر. فنحن لله الحمد نتمتع بمبادئ كعرب وكمسلمين يجب أن نحافظ عليها، ويجب أن تعزز مثل هذه الثقافات لدى الشباب العربي. وأكدت تعقيبات المشاركين على أهمية مشاركة مملكة البحرين في مثل هذه المؤتمرات الداعمة للشباب العربي. لا شك أن الأطروحات التي تقدمت بها مملكة البحرين ممثلة في وزير الإعلام أكدت فعلا بأن هناك رؤية جديدة ونظرة ثاقبة للإعلام في منظوره الحديث، ولذلك يعني أنا أعتقد بأن مشاركة الشباب في مثل هذه الملتقيات وهذا التفاعل أكد على أهمية الشباب ودورهم في الإعلام المستقبلي إن شاء الله. الحمد لله، يعني احنا منذ تأسيس الملتقى الإعلامي العربي 15 سنة إلى الآن مملكة البحرين على رأس الدول المشاركة وعلى رأس يعني القيادات الإعلامية المشاركة، وهذا شيء يعني نفتخر ونعتز فيه، وهذا أيضا يعني يعود إلى اهتمام القيادة السياسية في مملكة البحرين بدور الإعلام. وقد كان للشباب العربي عامة والبحريني خاصة رأي في مدى استفادتهم من هذا الملتقى الإعلامي العربي السابع للشباب. هذا الملتقى هو انطلاقة للشباب بشكل عام، الشباب الإعلامي، لأنه سوف يخلق شباب إعلامي قادر على مواكبة التحديات الحالية. اليوم الشباب، اليوم الإعلام هو مصدر من مصادر التشريع، هو مصدر من مصادر الأحكام السياسية. اليوم الإعلام مهم، المؤتمر اليوم يعني يوضح كيفية الإعلام العربي أو كيف الإعلام العربي يؤثر على المجتمع، كيف الإعلام العربي ممكن أنه يتطور ويواكب الإعلام الغربي والإعلام في الدول المتحضرة. مشاركة فعالة لمملكة البحرين في الملتقى الإعلامي العربي السابع في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، قدمت خلالها ورقة تفاعلية لكيفية تعامل الشباب العربي مع الإعلام العربي في المستقبل.
شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين من مقر جامعة الدول العربية القاهرة.